معانا النهارده مشرفنا ومنورنا نجم كبير، نجم قدم اوراق اعتماده في الدوري المصري مش السنه دي بس، لا لسنين كتير قبل كده. معانا محمد رضا بوبو، نجم نادي فيوتشر والمنضم حديثا لنادي بيراميدز. مشرفنا ومنورنا هنا النهارده. وبصراحه لما بنقول محمد رضا يعني بنتكلم على الموهبه، بنتكلم على المهاره، بنتكلم عن الاصرار والاجتهاد، وده كله هنعرفه في حلقه النهارده مع محمد رضا بوبو. نورنا يا محمد. حبيبي يا بودي، انا مبسوط ان انا موجود معاك، وان شاء الله تكون حلقه كويسه كده ان شاء الله. لازم في البدايه ابارك لك على انضمامك لبيراميدز، اكيد خطوه كويسه، اكيد خطوه وهتضيف لك وانت هتضيف لها كتير، اكيد ده طموح كبير جدا ليك وحاجات كتير عايز توصل لها على المدى البعيد. عايز اعرف الاول الكواليس، يعني انضميت ازاي لبيراميدز وايه اللي حصل والصفقه، يعني قول لنا بدايه الكلام كان امتى اصلا. انا بصراحه هم ناس محترفين جدا في التعامل، هم كلموني في خلال شهر، اتكلموا معايا كابتن عمرو باسيوني، اتكلم معايا قال لي انا محتاجك معايا في الفرقه وان احنا هنقدر نعمل حاجه كويسه مع بعض. قلت له ما عنديش مشكله، انت خلصني مع النادي وانا معاك وكل المشكله. بس بصراحه الراجل ما تاخرش، الراجل شهر بالظبط خلص كل حاجه وتخلص مع النادي واتفق مع النادي وظبط كل حاجه، ومضيت مع الراجل وخلصت كل حاجه في خلال شهر بسرعه باحترافيه. فانا هو تعب في الشهر ده جدا، فانا طبعا بشكره على ان هو وعد فوفى. بس هو لازم يتعب. لما اجي اتكلم عن محمد رضا اكيد البيع مش هيبقى بسهوله، اكيد هيبقى منافسني انديه كتير، انديه خارجيه كمان كتير، وانديه على اعلى مستوى. طبعا انا بشكره ليه؟ لان هو خلص انجز، يعني انت بتتكلم في شهر خلص كل حاجه، فطبعا لازم اشكره. نفس اللي هو خلاص قال لي كلمه كان بعد شهر خلص كل حاجه، فطبعا لازم اشكره طبعا، لان هو كان كلامه معايا ساده، يعني بمعنى صح ما خدش وقت طويل. خصوصا كمان يعني المفاوضات بقى من واقع معرفت انا بعيد عن محمد رضا ان الموضوع كان طويل جدا، وان كمان محمد رضا كان معاه مرعي ومهند لاشين، فدي صفقات قويه جدا جدا لنادي بيراميدز. وفي نفس الوقت ان انا افوز بلاعب زي محمد رضا في نص الملعب، لا دي اكيد حاجه كبيره، واكيد انت رايح بطموح كمان جديد معاك. طبعا رايح طبعا بطموح كبيره وعايز احقق حاجه، فرقة كويسة، فرقة كبيرة، عندهم أسامي كبيرة جدا، فإحنا رايحين بهدف إن إحنا عايزين نحقق حاجة، نحقق بطولة، ننافس على كل البطولات اللي إحنا مشاركين فيها. فطبعا هيبقى موسم صعب وهيبقى فيه تنافس كبير، لأن طموحات النادي إن هو عايز يوصل لأبعد حاجة، فإحنا لازم نكون مستعدين، وأنا واحد من الناس لازم أكون مستعد إن أنا عايز اعمل حاجه كبيره برضو ليا، برضو بقالي سنتين ماشي كويس في فيوتشر، فانا عايز اكمل على ده، ان انا كل سنه طموحي على كل سنه، يعني كل حاجه بتزيد معايا مع الوقت، فده طبيعي. تبدأ انا ما بحبش اقول يعني موضوع انت شايف المنافسه ازاي، بس انت لعيب كبير وبيراميدز شاريه لعيب ليه وضعه في الدوري المصري، لعيب كبير، لعيب امكانياته على اعلى مستوى، رايح ومعاك مهند لاشين، لعبتوا كتير مع بعض برضو في نص الملعب على اللعيبه اللي موجوده في بيراميدز. شايف انت الانسجام هيبقى ياخد منك وقت، ولا هتخش كتير، ولا هتخش مع الفرقه على طول؟ دماغك فيها ايه في الموضوع ده؟ هو طبعا في اي نادي كبير لازم يكون في لعيبه كتير كويسه وجامده، فطبيعي مثلا لما بتروح مثلا فرقه كبيره فطبيعي هيكون في لعيبه كتير جامده في المكان اللي انت موجود فيه، وطبيعي يكون في لعيبه كويسه. مفيش حد في الدنيا بيكون عارف هو ضامن هو يلعب ولا لا، مجهودك وستايلك وطريقتك واسلوبك واحترافيتك في التعامل مع التمرين ومع الماتشات وكل الكلام ده هو اللي بيجبر اي حد ان انت تكون اساسي، ان انت تكون رقم واحد، هو ده اللي بيجبره، مش الكلام، مش صفقتي، مش فلوس اللي انا جاي بيها، مش كل الكلام ده. اللي هيثبت ان انا كويس، اللي هيثبت ان انا العب اكون موجود بسرعه اساسيه، هو اسلوبي، هو طريقتي في اللعب، هو مجهود اللي بعمله، هو ستايل لعبي، امال مش اللي هيفيدني فلوسي اللي جايبيها، ولا ان انا وسيم، ولا ان انا شكلي حلو الكلام ده، فده اللي بيفرق في الملعب. امال كلهم لعيبه كبيره، فطبعا طبيعي يكون في منافسه، طبيعي يكون في لعيبه كتير كويس، وطبيعي كل اللعيبه عايزه تلعب اساسي، وطبيعي. بس الفكره ان في الاول وفي الاخر هو 11 لعيب اللي هيلعب، او مثلا في مكان هم ثلاثه اللي هيلعبوا في نص الملعب، فانا لازم انا كرضا رايح ان انا احجز مكان اساسي في المكان ده. ماليش يعني احترامي ليهم كلهم، بس انا ليا طموح ان انا جاي العب، جاي احقق حاجه كبيره. الطموح بقى ده اللي كمان عايز اعرفه منك، اللي مسؤولين نادي بيراميدز اتكلموا معاك فيه،
بعد ما الصفقة خلصت، هما عايزين ايه من رضا او عايزين ايه من السيزون الجديد او بيطمحوا لايه؟ طبعا هما بيطمحوا لكل البطولات اللي يشاركوا فيها، هما هنلعب افريقيا السنة دي فهم عايزين يوصلوا لمكان بعيد في افريقيا، وفي دوري هما السنة اللي فاتت والسنة اللي قبلها مركز تاني، فهم في منافسة ان هما عايزين ينافسوا على دوري، ينافسوا على كاس، بننافس على كل ده، فطموحاتنا ان احنا بننافس على البطولات دي. طبعا هننافس مع البطولات دي مع فرق كبيرة زي الزمالك والاهلي، فطبيعي هيكون منافسة صعبة يعني، فلازم نكون مستعدين لده، مستعدين ان احنا هنقابل مواضيع كتير صعبة، هنقابل ظروف كتير صعبة، فلازم نكون قد الموضوع ده. وهم الناس موفرة كل حاجة، في احترافية في كل حاجة، فما اعتقد هيكون موسم خير علينا ان شاء الله. في حد كلمك من هناك من اللعيبة هناك او قال لك مبروك او باتشيكو تواصل معك؟ لا لا، هو اول الوحيد اللي كلمني بس هو كريم حافظ، لان هو صاحبي من ايام جي ام جي، فهو عارف ان انا خلصت، فهو لقيته مكلمني يعني وبعت لي، بس هو ده الوحيد. شجعك كمان على الخطوه؟ اه طبعا، ناس كتير، مصطفى فتحي طبعا بيتكلم عن النادي بطريقه كويسه، طريق طه في النادي عندي، فاروق بيتكلموا ان هم في احترافيه ونادي كبير في كل حاجه، ويعني نادي ما يتعوضش بصراحه، فهم بيقولوا في الاسلوب وفي الطريقه وفي التعامل وفي كل حاجه بيتعاملوا باحترافيه جدا، فبيقولوا لي هتكون مبسوط هناك. اخترت رقم كام؟ انا لسه، هو دلوقتي في 17، بس انا لسه اشوف لو في رقم ظهر احسن يعني اكون. انت بتحب رقم كام اصلا؟ بحب رقم 24، بس ده مع الاسطوره ما اقدرش، فلسه بس 17 رقم حلو يعني كويس، وان شاء الله يبقى وشه خير عليك كده وتعمل طبعا موسم كويس جدا معاهم وانت قد ده ان شاء الله. عايز اقفل بقى ملف فيوتشر، وقبل بقى ما اتكلم معاك بقى فنيا، عايز اتكلم معاك عن نقطه النادي الاهلي. الناس كتير كانت ربطت الفتره الاخيره ان انت خلاص كنت على بعد خطوه من الانضمام للنادي الاهلي، وان الموضوع ما كانش بعيد. قد يكون خلاص الناس كانت بتقول رسميا بوبو في النادي الاهلي، رسميا هو موجود في النادي الاهلي. ايه اللي حصل يعني؟ ايه اللي حصل؟ احنا كنا عارفين طبعا من الاول ان بيراميدز بيزاحم جامد، وان بيراميدز كان عنده تارجت ان هو يفوز بالتعاقد معك. هو زي ما بيقولوا كده اللي هو الاكثر جديه في التفاوض، هما بيراميدز دخل والاهلي دخل، واي نادي كان بيدخل كان اللي يقدر يخلصني يخلصني بس، فبيراميدز قدر ان هو يخلصني، فانا طبعا هكون موجود مع اللي بيحارب معايا ان هو مثلا خلصني، فانا معاه. هو الراجل خلصني ودخل مثلا زي مثلا في خناق ودخل في حاجه وخلصني، فانا معاه بقى، وان انا اقدر اساعده وان انا اقدر اديله على اللي هو مثلا حارب عشاني، عشان هو عارف قيمتي وعارف امكانياتي، فهو انا لازم احارب معاه فرده فين في الملعب ان انا احقق له حاجه وان انا اكون على الثقه اللي هو اديها لي دي بس. فطبعا كان اللي يخلص انا معاه. تلات لعيبه ان بيراميدز يتعاقد معاهم من فيوتشر، وتلات لعيبه من العناصر الاساسيه والعناصر الكبيره جدا في فيوتشر، اعتقد ان دي هتبقى اضافه قويه جدا، وان بيراميدز عنده تارجت، انا عايز اخد بطوله، عايز اكسب الدوري، عايز اكسب دوري ابطال افريقيا، انا كنت قريب جدا ان انا افوز بكل ده. فاعتقد ان هو بيبني كمان فريق على مستوى التعاقدات اللي اعلنوا عنها لحد دلوقتي، فريق كبير وفريق قوي. طبعا اكيد، ما هو الناس صارفه ده كله، الناس بتعمل ده كله، ناس موفره كل حاجه في النادي وعايزه تعمل كل ده، لان هم طبعا لازم هو لازم الفرقه دي تاخد بطوله في كل حاجه يعني. من الكلام اللي بحكيه قبل ما انا اروح، بتكلم على الاحترافيه والتعامل في كل المواقف، واللعيبه الكويسه والكبيره الموجوده كلهم، فطبيعي لازم الفرقه دي تاخد بطوله. الفرقه دي ناقصها بطوله ان هي تبني عليها، فالفرقه دي قويه جدا، والناس بتطمح طبعا ان هو تحقق حاجه كبيره، والناس بتوفر كل حاجه وبتتعب على قد ما تقدر ان هي توفر كل حاجه ومناخ كويس للفرقه دي ان هي تعمل حاجه. العروض بقى الخارجيه اللي جات لك كانت مين؟ والله هي عروض شفويه يعني، في سلتك مثلا، بس ما كانتش مثلا حاجه جت رسمي، كان حاجه ان هم بيشوفوا لسه، بس في اكتر من عرض، في عرض في امريكا، وكان في عرض في فرنسا درجه تانية، بس ما كانش فيه الجديه الكافيه اللي هي 100% ان هو اقدر اخلص. اعتقد كمان ان مشاركتك وانضمامك مع المنتخب يقدر يخليك تحقق ده كمان على المدى الطويل، انت لسه سنك صغير، رحت فرقه كبيره وفرقه كويسه جدا، تقدر تظهر امكانياتك بشكل اكبر معاها، مع منتخب مصر نفس الكلام، فاعتقد ان ده من احلامك وهيتحقق برضه في المنتخب. اكيد طبعا، انا مين ما بيحلمش ان هو يحقق الهدف ده، ان هو يحترف بره وان هو يعلي من شأنه. طبعا بنشوف كابتن محمد صلاح، طبعا بنشوفه هو مكسر الدنيا بره وعامل الارقام دي وعامل الحاجات الخارقه دي، فطبعا بيكون كل واحد جواه احساس ان هو
يعني مثلا اوقات كتير بكون مثلا نايم وبحلم مثلا ان انا بلعب في تشامبيونز ليج وطبيعي لو مثلا لما بشوفه كده فاهم، فطبيعي بكون نفسي ان انا اكون في الجو ده في الاجواء دي في الستايل ده في كل الكلام ده. وانا زي ما انت بتقول انا لسه عندي 22 سنه، فانا لسه برضو عندي الفرصه ان انا اقدر ان انا مثلا سنه ولا سنتين كمان مع انضمامي اكتر لمنتخب مصر الفتره اللي جايه، فده ان شاء الله يسهل لي الدنيا باذن الله ان انا ممكن اطلع بره. عايز اتكلم معاك بقى عن انضمامك لمنتخب مصر. اكيد انت الخطوه دي كنت بتحلم بيها من كتير، من ايام وادي دجله. لكن انا عارف الموضوع لما كنت تلعب في وادي دجله وكنت مكسر الدنيا وكان نفسك ان انت تبقى موجود. لما جات لك السنه دي وجات لك في ظروف انت واقف فيها على رجلك ومكسر الدنيا، عايز اعرف الشعور كان ايه، والشعور اللي بجد بقى اللي كان من جواك ان انت كنت مستني ده خلاص انا على اخري عشان انضم للمنتخب. هو طبعا بيكون حلم كل واحد بيلعب كوره ان هو يوصل لمنتخب مصر ان هو يشرف فيها بلده. ليه؟ لان دي بتزيد الواحد فخر. ليه؟ لان من واحنا صغيرين وانا طفل صغير كنت طبعا بتفرج على منتخب مصر وبطولات افريقيا في الكلام ده، فبالنسبه لي كان مثلا بيبقى حلمي ان انا نفسي اكون موجود لابس التيشيرت ده. فطبيعي ان لما اكون موجود انا كانت من اسعد فترات حياتي او اسعد حاجه في حياتي ان انا مثلا يوم ما انضميت اول مره دي كنت حاسس ان انا مثلا يعني كنت مبسوط قوي لدرجه ان انا مثلا يعني عايز ان انا الحاجه دي ما تروحش مني تاني، اللي هو عايز ايه امسك فيها بقى مش عايز اسيبها خالص. فده اللي انا كنت بركز فيه وده اللي انا اطمح فيه الفتره الجايه ان شاء الله. لما شفت بقى محمد صلاح طبعا ايه بقى يعني شفت خلاص بقى محمد صلاح الشامبيونز ليج واللي انت بتشوفه بقى والفرعون المصري ونجم العالم، شفت بقى انتوا قاعدين في معسكر واحد. هو بصراحه إيه؟ انا بصراحه يعني كنت متخيل ان انا اشوف حد مثلا مش هنعرف نبص له، مش هنعرف نتعامل معاه، مش هنعرف نتكلم معاه. بس لما شفته في المعسكر عكس كده خالص، بيهزر بيضحك معانا بيقعد معانا الترابيزه بيتكلم معانا، فما تحسش ان في فرق وفي جاب كبير ما بين الاثنين. اللي هو بيتعامل بطبيعته معانا اللي هو اكننا مثلا هو مثلا بيلعب معانا مثلا في المحله في البلديه، فاهم؟ اللي هو بيتعامل بكل تواضع وشخصيه كويسه وبيتكلم معانا كلنا وبيهزر معانا وبيشغل معانا اغاني ويغني معانا فما حسيتش باللي هو ايه، ما حسيتش ان هو عامل فرق ما بين الناس. ايوه التيشيرت ظروفه ايه؟ تيشيرت ايه؟ مش خدت التيشيرت بتاعه؟ طبعا تيشيرت جميل طبعا. خلاص بقى ما فيش خلاص انا هبدا لا اتجبس طبعا. هو اول ما رحنا المعسكر هو بعت لنا كل واحد تيشيرت على الاوضه، كل الناس الجديده اللي راحت من غير ما حد يطلب بصراحه. بس انا طلبت منه ان انا اتصور معاه، بس هو التيشيرت هو بعته من غير ما حد يطلب منه بصراحه، من غير اي حاجه. هو بعته على كنت طول. موجود في عيد ميلاده كمان؟ طبعا رحنا عيد ميلاده. عايز اقفل بقى موضوع المنتخب ده واتكلم معاك عن الزمالك. رضا احنا دايما بنسمع مفاوضات الزمالك معاك دي من بقى 4 5 سنين، من ايام ما انت كنت كمان في الناشئين في وادي دجله، دايما قريب من الزمالك، دايما الزمالك داخل فيه عايزك، دايما الموضوع بيبوظ. عايز اعرف هو فاوضوك كام مره وليه الموضوع ما كانش بيك؟ والله انا اللي كان بيفاوضني مثلا كان وكلاء، كان ناس وسطاء، فما كانش في حاجه. فانا دايما ما كنتش بحط دماغي من الموضوع ده، ما كنتش بشغل بالي من الموضوع ده اللي هو مهم، لان كان دايما وسطاء اللي بيخشوا في الموضوع بس. لكن ما فيش حاجه جت مثلا رسمي، ما فيش حاجه جت ان مثلا ان اهتم بالموضوع، لان كان كل حاجات بتجيلي شفويه، اشوف مثلا بوست على السوشيال ميديا، بشوف اي حاجه، بس ما كانش حد بيجي. سميدو كان دايما بيرشحك ان هو كمان على يعني عارف امكانياتك هو اللي كان مساعدك؟ طبعا بيرشحني، بس ما كانش في حد بيتواصل معايا دايركت ان انا مثلا في حاجه، مفيش حاجه كانت رسمي بتيجي للنادي اللي انا موجود فيه. فما كنت مثلا ده كلها بشوفه ككلام، فاهم؟ ما كنتش بشوف حاجه بتحصل قدامي ان انا اركز فيها واخدها الموضوع بجديه. كابتن علي ماهر بقى هنجيله بالتحديد، ده قصه معاك يعني هنجيله فيها بالتحديد. بس عايز ابدا بقى من النهايه لما راح المصري، عملت له ستوري جميل، قلت له هتوحشني كلمه تطلع بره وهتطردني من التمرين. يا كابتن علي انا مثلا وانت بتردك بس من التمرين كابتن علي؟ كابتن علي هو بيحبني وانا عارف ان هو بيحبني، بس هو دايما بيتجنن مني شويه، انا فاهم. هو انا اوقات كتير بكون بلد شويه، فاهم؟ فهو اوقات كتير مثلا بيكون نتمرن، ففي مره في اسبوع كان كل شويه انزل التمرين يطلع بيطلع بره، انزل التمرين مثلا بتعمل ايه يعني؟ مثلا ممكن مثلا اكون برجع ترد خفيف، مثلا كره تعملني وما اجريش بعدها في التمرين، فيقوم احمد داي طلعني بره. ففي مره بقى قعدنا 4 مرات كده بره بره بره، فوقفت في الملعب بتاع كابتن في انا نفسي اتمرن، انا بقالي اسبوع ما اتمرنتش عايز اكمل تمرين. فلا فهو انا عارف ان هو بيحبني، وعارف ان هو بيعمل ده كله عشان هو عايزني ان انا اكون كويس، عايزني ان انا
اوصل لمكان بعيد، لان هو كان شايف فيا حاجه كبيره وحاجه كويسه. فهو مدرب جامد ومدرب عمل حاجات كتير كويسه معانا، حقق مع فرقه لسه صاعده، عمل معاه الانجازات دي كلها وعمل لنا شكل وستايل وعمل لنا كل حاجه كويسه، فهو بصراحه يستحق المكان اللي هو فيه. وفنيا انت السنه دي كمان ممكن الناس ما تكونش واخده بالها قوي، انت ما لعبتش في مركزك الاساسي ماتشات كتيره، انت كنت تلعب وينج باك، وينج رايت، وينج ليفت، بتلعب 8 بتلعب 6، يعني ما فيش استمراريه كمان على مركزك. وفي السنه دي مباراه كبيره، وده يرجع من ثقه المدير الفني ليه. هو كان في ناصر ماهر بيلعب 10، فطبعا ناصر لعيب كبير، فهو كان دايما بيتكلم معايا، وكان عندنا مهند وعندنا غنام ونزل في نص الملعب، فعندنا لعيبه كتير كويسه في المكان ده، فهو كان دايما بيحاول يستفيد مني، ان هو مثلا هو عارف بيقول لي انت بتعرف تلعب طرف شمال، بتعرف تلعب طرف يمين، فهو كان عايز يستفيد من كل اللعيبه الكويسه في الفرقه في الملعب، فكان ده كان كلامه معايا. فانا كنت دايما مش بقول ان انا ظلمت فيها، لان انا لعبت في المكان ده وجبت جوان وعملت جوان. بس هي الفكره ان انا فعلا لعبت معظم الماتشات وينج ليفت وينج رايت، بس طبعا دي حاجه انا شايفها ان هي حاجه تعليني، لان لما العب في اكتر من مكان دي حاجه مفيده ليا. وبعدين هو كان شايف فيا ان انا بعرف العب المكان ده. اي نعم قوته كلها ومصدر قوته ان هو في نص الملعب، ان هو يطلع مني 200% و300%، بس فكره ان انا مثلا لما العب في ده فممكن دي حاجات كتير هتفيدني بعد كده، لما اتحط في موقف زي ده بتزود مني حاجات كتير، ان انا بكون اجريسف على المرمى، بحاول على المرمى، بعمل اسيستات، بعلي من ارقامي. فشايفها حاجه كويسه ايجابيه طبعا. مش انا اعتقد لو كان بيراميدز اتاخر اسبوعين كمان كان كابتن علي جابك المصري دفع 70 مليون. لا طبعا انا هكون مبسوط ان انا اتمرن معاه تاني، لان هو دايما بيشيد بيك ودايما بيتكلم عليك كويس لما بيطلع يتكلم، ودايما بيقول ان انت من اللعيبه الكويسه جدا وصغيره في السن، فدايما تارجت لاي مدرب او اي نادي يقدر ان هو يفوز بيك. عايز بقى يعني اقفل بقى موضوع فيوتشر كده واتكلم بقى عن بدايتك في كره القدم، تحدوته كده من صغرك، وانا عاشرت معاك حاجات كتير في وادي دجله، مصايب كتير، بس انا عايز ابدا بقى من البدايه خالص، بقى من البدايه انت بدات كره القدم ازاي وعملت ايه؟ انا كنت بادئ زي اي واحد بيلعب في الشارع عادي طبيعي صغير، شافني عمي وبدا يقول لابويا انا خلي بالك هو ابنك لعيب كويس، فحاول تهتم بيه وتركز معاه. بس رحت اكاديميه الزمالك، كانت في كفر سهر عندنا، اتمرنت فيها، بعد كده رحت اختبارات في نادي الزمالك، وبعد ما رحت اختبارات في نادي الزمالك ما قبلتش، بعد كده رجعت تاني واتمرنت تاني في كفر سهر وعادي، ورجعت كنت بتمرن بقى في كل الاكاديميات، يعني اكاديميه عندي في البلد، اكاديميه في اي مكان، في ولاد سهر، في كفر سهر، في اي مكان في اكاديميه كنت بروح اتمرن فيه كله ماشي. لا اتمرنت مع اكاديميه ام بي دي، كانت بتاعت كابتن شحاته، كانت عامله توأمه مع ام بي، ورحت عملت اختبارات في امبي وقعدت 8 شهور في امبي، وخلاص كنت كل شويه انجح في اختبار، اخش في اختبار، اتمرن مع الفرقه 8 شهور، وفي الاخر مشوني بعد 8 شهور. كان ماسكني كابتن عماد فرج في امبي، كان هو اللي عايزني، هو اللي كان مختارني، راح دجله كلمني قال لي في هنا مشروع فرقه لسه صاعده وبيعملوا مشروع كبير وعندهم نادي كبير ونادي كويس هيقدر يساعدك، وان انت تحقق امكانياتك وكل حاجه فيها تبقى كويسه. رحت، كان كابتن علي بجريشه هو رئيس قطاع الناشئين، اتمرنت، لعبت اول ماتش، اول تمرينه خدوني ايدوني بعد اول تمرينه، وبعد ما اتأيدت لعبت معاهم بطوله المناطق، وخدنا بطوله المناطق اول سنه، ولعبت تاني سنه. السنه التانيه بقى كان جه اكاديميه جي ام جي دي، كان جه كابتن مصطفى الخروبي، كان عاملها مستر ماجد طبعا، دي كانت بالتوأمه مع جون مارك جيوم، وجينا رحنا قعدنا مع بعض، ابويا جه واتكلم، مستر ماجد اتكلم معايا على قصه الاكاديميه وحكايتها وكل حاجه، كنت بقعد شهر في السخنه وبرجع اسبوع في البلد، شهر في السخنه وارجع اسبوع في البلد. فجيت وعملت اختبارات ونجحت في الاختبارات، وبعد كده رحت 4 سنين قعدت في جي ام جي، بعد كده كان معايا بقى زيزو وكريم حافظ وعبد العاطي واحمد سعيد وابراهيم عايش بس عقوبه كان جي ام جي غانا، بس انا كنا هنا في مصر، كنا بنسافر كل سنه تايلاند وبلجيكا، كنا بنسافر كل سنه. تلعبوا من غير جزم كوره؟ في الاول لعبنا من جزم كوره، بس في الاخر لبسناها واحنا عندنا 15 سنه، جابوا لنا برده جزم، كانوا بيوفر لنا كل حاجه بصراحه. رجعنا بقى على النادي، اتظلمنا شويه ممكن جي ام جي، ان احنا الجيل الصغير، احنا رجعنا النادي واحنا عندنا 15 سنه و9 شهور و8 شهور، فاحنا الجيل الصغير قال لنا انزلوا النادي اللي يلاقي له حاجه في النادي كويسه يتمرن عادي.
فانا كان عارفني لان انا كنت في النادي قبل ما اروح الاكاديميه. فكنت في النادي فهم ناس كتير مدربين عارفيني ان انا كنت موجود في النادي وكده، واللعيبه كانوا صحابي كانوا موجودين كانوا لسه موجودين في النادي، فكان الموضوع سهل بالنسبه لي اكتر من صحابي، لان صحابي كان اللي جاي من انبي واللي جاي من انديه تانية واللي جاي من مركز شباب، فاتظلموا شويه. بس لعبت شهر ولا شهرين بنلعب ماتش بالصدفه، ما كملتش كتير في الناشئين. لعبت ماتش بالصدفه كنا بنلعب الاهلي، وكان مع 99 كابتن نصر عبد الحميد، كان ميدو بيتفرج، كابتن ميدو احمد حسام ميدو بيتفرج على الماتش وشافني بعد الماتش لقيته بيناديني انت عندك كام سنه؟ قلت له انا عندي 16. قال لي طب انت بتلعب في فريق كام؟ قلت له انا مواليد 2000 وبلعب مع 99. قال لي اسمك ايه؟ قلت له اسمي محمد رضا. قال لي ماشي. رحت التمرين تاني يوم تالت يوم لقيت الاداري بيكلمني بيقول لي انت موجود مع الفريق الاول بكره. انا 16 سنه بقول له لسه بدري يا عم زي امال. انت اصغر لعيب لعب ممتاز. كان انا وكان في حد بيقول كابتن بركات واحمد كابتن احمد فتحي. ده انت يعني بالشهور انت ايوه بالشهور. فانا عرفت كان هم بيقولوا لي وعملوا معايا لقاء بعد الماتش ساعتها. ورحت الماتش ده كان بيلعب الشرقيه وكده، في الشرقيه دي كانت بلدي بلدكم فكان بيلعب فيها على عفيفي، فالناس كلها عرفت بقى ان انا بلعب. ما كنتش معرف حد ولا ابويا ولا امي ولا اي حد ان انا اصلا أنا في الماتش او هلعب. انا جاي افاجئكم. بس من ساعتها بقى وانا فضلت بقى موجود في الاكاديميه في النادي، وفضلت في الفريق الاول ما نزلتش، وحضرت بقى المدربين كلهم. لا بس انت عايز تجري مني كده في جزء هرجع لك فيه. وانت في الناشئين النادي الاهلي حاول يضمك برضه عن طريقه بتاعتك. اول سنه صح كده؟ اول سنه في الدجله كان فعلا كان جالي عرض في دجله، بس انا قلت للمستر ماجد لان هم كانوا عايزين. ساعات ساعتها درجه اولى ولا لسه؟ كنت انا بلعب في الفريق الاول اول سنه وكان عايزيني في النادي، فمستر ماجد كلمني قال لي تعالى هم النادي الاهلي عايزك كذا كذا، فكانوا عايزين ان انا العب في الناشئين واتمرن فوق. فانا قلت للمستر ماجد انا طلعت خطوه كويسه، لعبت فريق اول، فانا مش عايز انزلها تاني، انا مش عايز ابدا تاني ان انا العب في الناشئين تاني. سيبني بقى ايه، انا اروح مثلا لما امشي من هنا اروح على الفريق الاول والعب في الفريق الاول. فبصراحه ما رضيتش ان انا اوافق ان انا اخد الخطوه دي، لان ما كانتش هتساعدني ان انا اظهر بالمستوى ده. بس لو واحد مكانك كان قال لك انا جاي لي النادي الاهلي واتمرن مع الفريق الاول كان راح على طول ساعتها؟ لا بس مع اني انا كفلوس مثلا كنت باخد فلوس قليله في دجله والكلام ده، يعني كان مثلا عادي كان 10,000 جنيه في الشهر، فبالنسبه لي ما كانش الموضوع كده، بس الموضوع ان انا كنت بلعب، عايز العب عايز الناس تشوفني عشان عايز اوصل لحاجه كبيره، ومش فكره ان انا عايز اروح العب في الاهلي ناشئين وناس بتلعب في النادي الاهلي بس مع احترامي مش هعمل حاجه. لسه عايز انشف شويه، لسه عايز العب، ولسه عايز هاخد بقى يعني اللي انا عملته كله اللي انا كنت ببنيه الفتره اللي فاتت كله وانا صغير ده كله هعيده تاني بقى، ما انا خلاص طلعت منه فمش عايز ارجع له تاني. بس فكانت دي النقطه. بس ساعتها بقى انت كان عندك وجهه نظرك صح ان انت تكمل وتستمر في وادي دجله، وان انت المبلغ اللي اتبعت بيه لفيوتشر كان مبلغ كبير، كان كام ساعتها؟ انا اتبعت لفيوتشر 3 اعاره و22 مليون ده النهائي. غير بقى 30% اعاده بيع. لا ده ما اعرفهاش، دي مش بتاعتي انا دي. قبل ما اقفل معاك فقرتنا الاولى عايز اعرف طموحاتك ايه الفتره اللي جايه، ايه بقى اللي انت بتحلم بيه بشكل عام؟ انا بحلم ان انا اكون ليا مكان اساسي في منتخب مصر. طبعا ده اول حلم ليا ان انا عايز اكون لاعب اساسي في منتخب مصر، وعايز العب افريقيا اللي جايه. فده من اول حلم ليا بصراحه، ان انا نفسي اكون موجود في امم افريقيا، نفسي يكون ليا دور في الامم افريقيا اللي جاي. وطبعا ان انا احقق بطوله او اكتر مع بيراميدز او انافس على جميع البطولات اللي موجود فيها، دول من اكتر اتنين يعني اكتر. وعايز طبعا ان انا نفسي ان انا مثلا اكون مثلا اجيب اعلى جوان من السنين اللي فاتت حصلت لي. انا مثلا لو جايب 6 أو 7 الموسم اللي فات، فانا عايز اجيب اكتر من 7 و8 و9، فعايز اعلي حاجات كتير من ارقامي، عايز انافس على البطولات مع بيراميدز، عايز العب في منتخب مصر بشكل اساسي. فدي كلها في دماغي ودي كلها نفسي ان انا احققها، وان شاء الله هحققها باذن الله. ان شاء الله. جاهز بقى للجزء الثاني؟ جاهز. الجزء الثاني مع كابتن محمد رضا بوبو. هنلعب معاه لعبه افتراضيه، هنغمي له عينيه وهنعرض عليه ورقتين، كل ورقه فيهم هنشوف هو بيحب ايه فيها وهو احساسه بقى، وهيوريكوا كلكم هو بيختار ايه وحب ايه، وفي الاخر هنساله الكلام ده صح يا كابتن ولا غلط بنسبه كام في الميه. يلا نبدا. تحب السهر ولا النوم يا كابتن؟ السهر. النوم طبعا. طب شد اسحب ورقه وريها للناس. شكرا. نزل ورقه.
خاربها ولا ملتزم؟ ملتزم. طب شد ورقة. سهل. تحب الساحل الطيب ولا الساحل الشرير؟ الطيب. طب شد ورقة. شكرا كابتن. شيل كده ال دي كانت اختياراتك. دي اختيارات ايه؟ اللي انت اخترتها دلوقتي. الساحل الشرير والسهر وخاربها. ولا واحدة طلعت صح؟ احساسي؟ احساسك كده كام في المية؟ زيرو. يعني انت طلعت خاربها وبتروح الساحل الشرير وبتسهر ثلاثة؟ لا 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 مفيش الكلام ده. انت عايز تدمرني؟ طبعا دي اللعبة دي افتراضية كلها هزار. واحنا كنا بنشوفه بقى ايه الاحساس عنده عامل ازاي، وزي ما انتوا شفتوا الاحساس 10 على 10 يعني بصراحة. زيرو. نلعب معاك لعبة تانية بقى. اللعبة التانية بقى اللي هنلعبها معاه وهي الأسئلة السريعة. نشوف بقى بيحب ايه، هنحط له حد قصاد حد، مين أوسم، مين أحلى، مين أجمل، وهو يختار. ياسمين صبري ولا هند صبري؟ ياسمين صبري. أحمد عز ولا سعد سمير؟ سعد سمير. في ايه بالظبط؟ في الدم خفيف. مين أوسم؟ أنا آسف أنا هبقى منافق. سعد سمير. لا أحمد عز وسيم شوية بصراحة. علي ماهر ولا علي ماهر؟ لا كابتن علي طبعا. أنا واحد فيهم؟ كابتن علي بره الملعب. ليلى علوي ولا إلهام شاهين؟ الاثنين وحشين. تحبش حد فيهم؟ كريم فهمي ولا حسام عرفات؟ في الهزار؟ أي حاجة. لا في الهزار حسام، ما في الشكل الدنيا بعيدة حسام. أحمد عاطف ولا أوس؟ لا أحمد عاطف أحسن بكتير دي بصراحة. أمهر؟ لا والله أحسن. يعني دمه خفيف عن أوسوس؟ أوه وشكله أحسن. أوسوس مش نافع. عمر كمال ولا عمر كمال؟ المغني؟ هو ولا اللي؟ لا المغني برضه. عمر كمال؟ عمر كمال على واحد طبعا. جنش ولا ويكس؟ لا جنش. في إيه؟ في الشكل. مين بيغني؟ جنش بيغني برضه بيجعر شوية. لا لا لا. إمام عاشور ولا رضا البحراوي؟ في إيه؟ كل حاجة. لا إمام أخويا. بس رضا البحراوي برنس برضه، بس امام عاشور. تحب رضا؟ بعشقه. طب ما تغني حته كده من رضا. لا حته بس، حته صغيره، حته صغيره من رضا. والله؟ حته صغيره قوي. اي حته ما تحبها رضا. سمعت كلامكم عني، سمعت كلام خايب، ده فيكوا راجل جدع حتى الجدع غايب. الرساله دي لحسام عرفات. لا للاخصاب. احمد سعد ولا محمد سعد؟ أحمد سعد. محمد سعد. رضا شرفتني ونورتني، واتمنى ان الحلقه كانت خفيفه عليك كده. اتمنى انت تكون قلت كل حاجه عندك، تكون اتبسطت ودايما كده موفق، ودايما كده تبقى في احسن حالاتك. انا مبسوط اكتر والله يا بودي، وحلقه جميله والله وخفيفه كده، وستايل بتاعها جميل بصراحه.